السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أزمة أخلاق. واسمحوا لي وقبل ما نبدأ حلقتنا أنا أرحب بالداعية الإسلامي الشيخ أيمن المصري. أهلا بك يا شيخ أيمن، منور. أهلا بك إبراهيم وأهلا بمشاهدينك الكرام في كل مكان. كما أرحب أيضا بالداعية الإسلامي الشيخ أحمد جمال. أهلا بك يا شيخ أحمد. أهلا بحضرتك ومتابعين حضرتك في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وعبر هذا البرنامج من هذه القناة، كما أرحب بفضيلة الشيخ الداعية الإسلامي الشيخ أيمن المصري. يا أهلا وسهلا. يا مرحبا. تحياتي ليكم مشاهدينا في كل مكان. النهاردة هنفتح موضوع خطير وملف خطير جدا جدا، أعتقد من وجهة نظر البرنامج أنه يهم جميع الأسر المصرية ومنتشر كثيرا في مجتمعنا. اسمحوا لي أتوجه في البداية بالشكر للداعية الإسلامي الشيخ أيمن المصري على بعض الحالات المبتلية بالأسحار والحسد اللي من خلال البرنامج وجهناهم ليه وقام بعلاجهم أو مازال يعمل ويجتهد مع هذه الحالات. أنا بشكرك كتير يا شيخ أيمن، فعلا بجد هذا الأسبوع أنا أرسلت لك حالات كتير جدا عالجتها سواء عبر الهاتف أو حضرتك قابلتهم، فيعني تحية شكر من هذا البرنامج. استقطعت كثيرا من وقتك واستقطعت كثيرا من جهدك، تحياتي ليك وتحية برنامج أزمة أخلاق. بحييك يا شيخ أيمن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أول شيء نبدأ به أن نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. آمين يا رب العالمين. طبعا هو في ناس كتير مبتلية، وأقل شيء الواحد يعني يقدر يقدمه لدينه أو للناس أو للمجتمع يعني ربنا سبحانه وتعالى بس يرزقنا الإخلاص يعني والقبول. الابتلاءات كترت والأوجاع كترت طبعا، والألام والأحزان. انت طبعا بتلبس معايا الحالات وساعات انت انا بلاقيك بتبكي من شدة الألام طبعاً اللي عند الناس طبعا، فعلا حاجة وجع. الناس طبعا ما نويتش عن الحلقة الناس بتشتكي ألام وأوجاع. سبحان الملك، يعني سبحان الذي يعافيهم من هذه الابتلاءات. يعني لما تسمع شكواهم وتعبهم أنا نفسي بتعب. بقت من أكتر حاجات دلوقتي في زماننا من أكتر أو أشد أنواع الابتلاءات هو الإصابة بالسحر. الناس اللي بتذهب للسحرة لا يعني نستطيع ان نقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. لو تعرف في العمل اللي انت عملته ده ومدى شركيته ما كنتش ذهبت للساحر ولا للسحرة او المشعوذين او الدجالين. الله يفتح عليك يا شيخ أيمن. مشاهدينا في كل مكان، حلقتنا النهارده هي الوقاية من السحر، واعتقد ان الابتلاءات كثيرة والسحرة كثر. فالنهاردة هنعرفكم ونطلع في هذه الحلقة المهمة جدا عن الوقاية الحقيقية والصحيحة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية من الوقاية للسحر. وخليني أدخل في الموضوع على طول، وأول سؤال للشيخ أيمن. شيخ أيمن، هل السحر حقيقة أم أوهام وتوهمات توهمها الناس الذين يشعرون بالمرض والوجع والألم؟ عايزين نعرف ما هي الأعراض الحقيقية للسحر. طبعا السحر حقيقي، ده ذكر في القرآن، والسحر منذ بدء الخليقة. وطبعا في آيات كثيرة عن السحر، وطبعا سيدنا موسى والسحرة. فالسحر حقيقة وله أعراض، وأعراض السحر يعني ممكن ذكرناها قبل كده، بس برضك الناس اللي ممكن تبقى شايفة حاجة ما تعرفهاش. طبعا ممكن الشخص يجيله اكتئاب شديد، يعني طبعا كان طبيعي مرة واحدة بقى مكتئب، أو حزن شديد، أو بكاء باستمرار، أو طبعا بقى بيحلم أحلام فيها كوابيس تعابين كلاب،
أي نوع من أنواع الـ 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 الرعب. كل دي بتدل إن 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 في إن إن, إن, إن هذا الشخص به سحر. طبعا بقى في صرع ممكن الحالة بتتغير تبقى في حالة غضب باستمرار، هايج، عايز يشتت، عايز يروح يقعد في مكان لوحده خارب. يعني كل دي أعراض بتبان بتعرف إن الشخص دوت مسحور أو به سحر. يعني طب أشوف المداخلة اللي معانا يا شيخ أيمن بعد إذنك، كنت عارف برنامجنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تفضل. عليكم السلام وعليكم ورحمة الله. أنا أستأذن حضرتك بس توطي التلفزيون واسمعني عبر التليفون. ألو؟ أيوه. تفضل يا فندم، عرف نفسك. أهلا وسهلا. معاك الفنان طلعت الشريف. أهلا أهلا طلعت بيه. أهلا بحضرتك الفنان الكبير والعظيم طلعت الشريف. تفضل يا فندم. والله أنا كنت عايز أسأل فضيلة الشيخ أحمد جلال أو الشيخ أيمن. تفضل. سؤال كده يتعلق بموضوع القرين. اتفضل يا فندم. هل ممكن الانسان يشوف القرين بتاعه ولو مره في حياته، او القرين يشوفه؟ هو الفنان طلعت الشريف طبعا فنان مشهور وفنان كبير. هو بيسالك يا شيخ ايمن، هو هل ممكن فعلا الانسان يشوف قرينه حتى ولو مره في حياته؟ لا، القرين. طب حضرتك سألت السؤال ده بناء عن ايه يا طلعت بيه؟ طلعت بيه معانا؟ يعني هو الواقعة دي حصلت، يعني بصراحة حصلت معايا، يعني افتكر 25 سنة او 20 سنة تقريبا، كنت جاي من السعودية من العمرة والحج. وبعدين فجأة شفت شخص بالظبط شكله كأن أنا بالظبط، يعني معدي من جنبي وكده. فصراحة انفضت واستغربت، يعني فسألت قالوا ده ممكن يكون القرين، فمش عارف ده حقيقي ولا ممكن يكون توهم ولا. يعني حضرتك شفت شخص شبيه ليك طبق الأصل معدي من جنبك؟ بالظبط كده، وكأنه أنت يعني. وكأنه أنا، وكان في واحد معايا أكد لي إن هو شافه كمان يعني. طب المكان اللي حضرتك شفته فيه ده كان فين حتة يا أستاذ طلعت؟ هو حضرتك أنا كنت أيامها في فيصل، يعني كنت ساكن يعني داخل مصر، يعني داخل مصر، بس كنت لسه جاي من العمرة السعودية ليه بالضبط حوالي 3-4 أيام. طب يا أستاذ طلعت، كان لابس نفس اللبس ونفس الهيئة اللي حضرتك كنت عليها؟ بالضبط، أنا كنت قاعد على السرير، كنت لابس جلباب ابيض عشان كنت جاي من السعوديه وكده، وكانت دقني طويله. ايوه، فشفت نفس نفس المواصفات ونفس الشخص. خير ان شاء الله يا استاذ طلعت، خير ان شاء الله. انا بشكرك كتير الفنان الكبير طلعت الشريف لمداخلتك معانا في برنامجنا ازمه اخلاق. شيخ ايمن، هو بعد ما رجع من الحج شاف واحد شبيه ليه بالظبط ونفس اللبس ونفس الهيئه، وفي حد اكد له ان هو شافه برضه؟ لا، ممكن يكون جني او شيطان عادي يتمثل في صورته. الجن يتمثل في صوره الانسان. اعتقد كده فناننا الجميل الرساله وصلت. ربنا يفتح عليك يا شيخ ايمن. شيخ احمد، ما هو السحر وتعريفه الحقيقي؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، بداية أحب أرحب بفضيلة الفنان القدير الأستاذ طلعت الشريف، وأرحب بمداخلته الجميلة معانا في البرنامج. لكن إذا تكلمنا عن السحر فهو موضوع كبير جدا. السحر ما ينتهيش الكلام عنه في لقاء واحد، ده لابد من أن يكون هناك عدة لقاءات يتكلم فيها الإنسان عن هذا المرض الفتاك. أما إذا تكلمنا عن التعريف بالسحر، فالسحر عند اللغويين هو ما خفي سببه. يعني إيه ما خفي سببه؟ يعني تحس إن في حاجة بتحصل في جسمك وإنت مش عارف إيه سببها، في أمور متغيرة في حياتك وأنت لا تعرف ما السبب.
هذا التعريف هو ما عرفه به اللغويون. أما أهل الاصطلاح أهل الفن تكلموا في تعريف السحر فقالوا هو عبارة عن عقد ورقى وكلام تلاصم يتكلم به الساحر ويكتبه ليسحر به إنسانا حتى يؤذيه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الساحر بيقول كلام تلاصم محدش يفهمه وبيكتبه وبيقدمه وبيعقد عليه عقد، كما قال القرآن في سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. يعني إيه النفاثات في العقد؟ هن النساء اللواتي يعقدن العقدة ثم ينفثن فيها، تنفخ فيها وتعقد العقدة وتقول عليها تلاصم وكلام لا يفهم حتى تؤذي به أحد الأفراد. فالسحر مشكلة كبيرة جدا، وأحب أتكلم عن الأستاذ طلعت الشريف وأكمل الحديث بتاع الأستاذ والشيخ أيمن. هنكمل الحاجة دي بعد المداخلة إن شاء الله. معنا ست أم ياسمين، أهلا بيك، اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايزه اسال حضرتك وفضيله الشيخ لو سمحت عن البخل والزوج لما يبقى بخيل ويعني بيدي اهل بيته اللي هو ايه يعني اللي يقضيه بالظبط يعني بالعافيه، هل الزوج ده ربنا هيحاسبه على مراته وعلى اولاده وعلى التقصير معاهم ولا لا؟ الشيخ ايمن ان شاء الله والشيخ احمد جمال هيجاوبوك ان شاء الله. شكرا لمداخلتك. نكمل بقى شيخ. بالنسبة لمداخلة الأستاذ طلعت إن هو رأى القرين أو رأى ما يقول كما يقول شبيه له بيمشي وهو جالس في مكانه، الأمر دوت مش غريب لأن من أنواع السحر التخيل، وسيدنا النبي سحر عن طريق التخيل، كان سحره عبارة عن تخيل. وربنا أطلعه على موضع العمل وأخرجه وشفي بإذن الله. لكن التخيل القرين هل يقدر يشوف قرينه؟ الإنسان يقدر يشوف قرينه أو لا؟ الإنسان يقدر يشوف قرينه. الإنسان الولي بيشوف أولياء الله بيشوف الصالحين، كذلك الإنسان ممكن يشوف حد شبيه له، أيوة هو ده القرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على القرين بتاعه وخليه أسلم، والنبي بعث إلى الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. استمعوا إزاي؟ النبي كان حاضر معاهم فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. يبقى في جن مسلم وفيه جن غير مسلم، والنبي أرسل إلى الجان وإلى الإنس. فالإنسان يقدر يشوف قرينه؟ يقدر يشوف قرينه، لكن مش باستمرار، ده مرة في العمر. مش أي حد كمان يشوف قرينه. النبي اطلع على قرينه وخليه أسلم. السيدة عائشة بتقول له يعني هل من الجن بيأسلم؟ قال أيوة وحقيقي الكلام ده. واطلع النبي على القرين وقال للسيدة عائشة فقد أعانني الله عليه حتى أسلم. أحسنت شيخ أحمد، أحسنت. أحسن الله. شيخ أيمن، طب ناخد المداخلة دي معلش. معلش أستاذ محمد من الفيوم، أهلا بيك في برنامجكم أزمة الأخلاق، اتفضل يا فندم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايز أكلم الشيخ أيمن. اتفضل اتفضل يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام. سريعاً سريعاً. عايز أكلم الشيخ أيمن في نقطة بسيطة جداً. اتفضل يا فندم. تعبان من فترة وجبت كذا واحد فتح لي الكتاب إن أنا عندي حالة النسيان، حتى لو أنا واقف أصلي ممكن أنسى أنا إن أنا بصلي. لحد ما حصل معايا تهيؤات في بيتي بالمدام عندي ان انا ما بتخيلهاش ان هي موجوده قدامي. اعتقد سؤالك واضح يعني ومفهوم. الشيخ ايمن هيجاوب. يعني افتح له الكتاب بس عشان يعني حد كده، انت عارف بقى الدجالين بقى والمشعوذين
والعامل بقى اللي بيشتغلوا بيه على الناس المبتلين دولت دايما يعملوا حاجات كده مش مفهومه، فتح كتاب قرا كوتشينا وشوش ودع، عمل بخور، عمل حجاب، انت فاهم الحاجات دي. انا كل ده فاهم، انا عايز بس اوصل له يعني الكتاب ده بالنسبه لهم يعني ايه كتاب. الكتاب ده يا جماعه احنا الصحراء ان شاء الله احنا هنبين في الحلقه هنعرف ازاي اعرف افرق بين الشيخ الحقيقي والساحر. وقلنا يا جماعه للمره المية كل واحد معالج نفسه. الاول بتبتدي بالدعاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما سحر، الاذكار، القران. الموضوع بقى استعصى عليك بلجأ للراقي اللي هو المعالج، وده ليه صفات لازما بتبقى معروفه. يعني في البدايه يا شيخ ايمن التقرب الى الله سبحانه وتعالى لازم، اليقين الحقيقي ان الله شافي ولا شفاء غير الله سبحانه وتعالى. اتفضل. اكتر المبتلين اللي هم بعاد عن ربنا. طبعا طبعا فهم. فانا بعدت عن ربنا ارجع بقى بسرعه. يعلم يقينا ان اي عرض من اعراض السحر مش هيزول ولا يختفي ولا يرفع الا بقدر الله. يبقى انا عندي اول شيء الدعاء. الجأ لمن؟ لله سبحانه وتعالى. الذي اصابني بهذا الضر هو من؟ الله سبحانه وتعالى. احنا قلنا السحر ده علم من علوم الله، انزله لحكمه وحرمه لحكمه. ف وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. تمام. فانت مضريت ده ابتلاء من ربنا. يبقى مين اللي هيرفع عنك هذا الضر؟ الله سبحانه وتعالى. رحت بقى للشيخ حسين، للشيخ ايمن، للشيخ محمود. لو اعتقدت فيه دي مصيبه. صح. فاحنا اول شيء لما نيجي نعالج بنعرفه ان الشافي هو الله، واعلم يقينا ان يعني نسبه كبيره من 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 الشفاء ان انا اكون عندي ثقه ويقين في الله. ثم بقى بشوف علامات اعرف بيها الشيخ من الساحر، لان اساسا الساحر او الدجال او المشعوذ او الكاهن هم كلهم الناس بتقول عليهم شيخ. طبعا هو قدام منك بيعمل حاجات. ما هو بيبدا ازاي بقى يا شيخ ايمن؟ هو يبدا طبعا بتلاوه القران وبالاذكار، وتشوف ملتحي ولابس قصير وماشي على السنه النبويه ويقنع الناس ويقرا ما تيسر له من القران، وبعد كده يخش بقى عشان يقنع الضحيه يخش بقى في التماتم والشعوذه والدجل للسيطره على عقل الله. اصل هو مش هيقول له انا ساحر يعني، هيعالجه ازاي كده كده؟ بس الموضوع مش قوي كده يعني، هو الملتزم ملتزم. وكل واحد يا جماعه يعرف الراقي الحقيقي او الشيخ. انا لما بذهب لشيخ انا بقى اول شيء بنظر فيه الصلاح. طب يعرفوا ازاي بقى يا شيخ ايمن هنا؟ اولا بيشتهر بالتقوى. ايوه. والعلم. مش واحد كده وخلاص. يعني واحد دي مثلا دروس بيفيد الناس بعلم. يعني اللي واخدها مهنه ده يا شيخ ايمن نبعد عنه ولا نلجا له؟ بص هو انا ضد ان انا اتخذها مهنه. ايوه. انا ضد الموضوع. هي دي بقى يا شيخ ايمن. لان احنا ما سمعناش اي صحابي من الصحابه تفرغ للعلاج. ما سمعناش عن اي حد من احد السلف الصالح الامام احمد كان بيعالج او بيقرا الرقاية الشرعيه على مريض، بس هل تفرغ؟ يعني محدش كده يقول لك ايه انا معالج. والله ما انا بقول لك يعني مهنتي معالج. هو ساعات في ناس كويسه. بس انا بقول لك انا كشخصي ايمن. أيوة. ضد ان انا اتفرغ للعلاج. تمام. انا ما اشوف شغلتي او حالي بفرغ وقت لله. طبعا في ناس بقى بتتفرغ وقت كل حياتها يعني بتر يعني كمكسب او تجاره. أيوة أيوة أيوة. فدي هو نيته، فدول اغلبيتهم بيبقوا مش كويسين. طيب. انا عندي ديني، عندي شغلي وعندي حالي، ان ربنا سبحانه رزقني وفتح عليا بباب العلاج ده كرم من ربنا. طيب سؤال بقى هنا يا شيخ ايمن، قصه بقى الاحجبه والخلطات والبخور والملح وما شابه ذلك يعني، وعلى فكره بيتباع باسعار كبيره جدا، يعني يجي يقول له الخلطه دي ثمنها 6000 جنيه 10000 جنيه 8000 جنيه. انا مش فاهم يعني ايش دخل بقى الخلطه في العلاج بتاع الاسحار دي؟ ضحكتني والله. لا ما هو ده اللي بيحصل يا شيخ ايمن. انا بصراحه بشوف حاجات غريبه. ده ما هو ده اللي بيحصل. بيجي عندنا احنا بقى بفضل الله، انت عارف احنا ما بنعتقدش. ربنا يبارك لك يا شيخ ايمن. طبعا طبعا بص جزاء من عند الله طبعا افضل بكتير من الاموال، وانا فاهم كده. الحمد لله اللهم لك الحمد يا رب. بس انا بستغرب الناس اللي بتروح تدفع الالافات وتيجي مش عارف، بلاش نتكلم في عشان يعني ربنا يرزقنا الاخلاص، بس في ناس متعبه جدا يعني. والله انا يعني مش عارف ليه عندنا بالذات في مصر ابو فلوس يجروا عليه. صح. ويجي المجانا او اللي هو بيعمل لك خدمه لله تتعبه. بص يا شيخ ايمن احنا مجتمعنا بقى
اي حاجه غاليه مهما تكون فاسده طالما غاليه تبقى كويسه. ما خطا ما هو ده، هي دي المواريث. يعني نعرف يا جماعه الشيخ اللي انا رايح له انا بلجا للشيخ في حاله ايه؟ خلاص الموضوع استعصى عليا. تمام. انا دعيت وقرات قران واذكار وشغال ولسه مبتلى، يبقى بقى اروح لواحد ربنا سبحانه وتعالى بيفتح عليه. ايه صفات المعالج؟ ويا جماعه بس عايزين نعرف، هو انا مثلا ما عرفتش اعالج نفسي، او واحد بالاذكار والادعيه والقران ما عرفش يعالج نفسه، انا بروح للراقي ليه بقى؟ ايه السر مع الراقي؟ سر الراقي صلاحه وتقواه. كل ما يكون الراقي تقي ومشهور بالصلاح عنده علم، دايما الراقي ده يعني كثير الذكر فإيمانه قوي، فلما يقرأ القرآن بيكون تأثيره أقوى. هي هو ده اللغز في الموضوع، لكن هو ممكن نقول عليه طبيب معالج. الله يفتح لك يا شيخ هايل. طيب سؤال سريع عشان أرجع للشيخ أحمد. أم ياسمين بتقول: الزوج البخيل الذي يبخل على بيته وأهله وأولاده يجازى من الله سبحانه وتعالى؟ هل عليه حرمانية؟ ما هو طب هو بس بخيل، يعني هو معاه، هو معاه طالما قالت بخيل. بص يا شيخ هايل، يبقى ده طالما قالت بخيل يبقى معاه. يأثم يأثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن خير النفقات أو النفقة هي اللقمة تضعها في فم زوجتك. أفضل الإنفاق وأولادك أفضل عمل تاخد عليه أجر إن أنا أوسع على أهل بيتي. ما ضيقش على أهل بيتي، ربنا كرمني أوسع على أهل بيتي. الله يفتح عليك يا شيخ. كلكم مسؤولين عن رعيتي. أحسنت يا شيخ أيمن. شيخ أحمد، كيف نتعامل مع الساحر؟ هنتعامل مع الساحر ده إزاي؟ لما نقع في الخاية بقى، واحد أو واحدة تروح لساحر، كيف تتعامل مع الساحر؟ ساحر كافر بنصوص القرآن وبنصوص السنة النبوية، من أتى كاهنا أو عرافا فقد كفر فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. الحديث رواه الإمام أحمد في المسند، وكمان سيدنا الإمام مسلم في صحيحه قال في هذا المعنى، قال: من أتى ساحرا لم تقبل منه صلاة 40 ليلة. الأمر جديد، إزاي نتعامل مع الساحر؟ هو أصلاً ليه تروح للساحر؟ أوهام بقى، أمراض ووجع وابتلاءات وبتاع، وبعدين خدوها بقى شهرة بقى. في أسباب بتخلي الإنسان، وأكتر الناس اللي بتروح للساحر هم النساء للأسف. لأسباب، أولاً ضعف إيمان، ثانياً غيرة على الزوج أو قلب حبيب أو عايز عريس أو أسباب كتير جداً. لكن أنت إيه يوديك للساحر؟ من أتى، أنت عارف القرآن بيقول إيه أو النبي بيقول إيه في الحديث؟ اجتنبوا السبع الموبقات. اجتنبوا، أنت عارف يعني إيه اجتنب؟ ليه ما قالش اترك أو ابتعد؟ لا، لأن في فرق بين الترك وبين الاجتناب. الاجتناب دوت يعني أنت بعيد والشر بعيد، فربنا يقول لك اوعاك تقرب، اجتنب. لكن ابتعد يعني انت قريب، فربنا يقول لك ابعد. او اترك يعني انت قريب وربنا بيقول لك ابعد. لا، ده الحديث اجتنبوا السبع الموبقات. واول السبع ديت ايه؟ الشرك بالله. تاني حاجه والسحر. يبقى من الموبقات، الموبقات ديت اللي هي الهالكات المهلكات القاتلات. يبقى اجتنبوا السبع الموبقات. اوعاك واوعاكي تروح الساحر، اوعاكي تقربي تقولي هعالج السحر اللي عندي او هعالج العمل اللي عندي. لا يعالج السحر بسحر مثله. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة. ايه النشرة ديت؟ النشرة ديت كانت على ايام الجاهلية، كان من يعمل له عمل، اللي تعمل له عمل وسحر، كان يطلع على ساحر زيه ويقول له أنا عايز أفك السحر، فيفك السحر بسحر. فالأمر ده منهي عنه. فالنبي لما سئل عن فك السحر بسحر مثله قال إيه؟ قال ابتعدوا عنه. يعني سئل عن النشرة قال هي من الشيطان، هي من عمل الشيطان، بحرام. يعالج الحرام بحرام زيه. طب ده مش هينفع. لكن السحر دوت أتعامل معه إزاي؟ أعرف إزاي أصلا إن ده ساحر؟ الساحر بيقول تلاصم. هو في بداية الأمر يقول لك الله والرسول والقرآن، أنت بتدخل البيت بتاعه أصلا بتحس بشوائب.
بتحس انك داخل مكان غريب. هي حاجه نفسيه، انت داخل مكان لانه كله ملبس بالشياطين، كله فيه اعمال شر، فانت داخل مكان هو شر اصلا. فداخل مكان بتحس بضيق في الصدر، بتحس بعدم ارتياحيه في المكان، فانت بتعرف ان ده ساحر. كمان الساحر بيتكلم بكلام لا يفهم. أيوة. كمان الساحر بيطلب منك طلبات غريبة، العلاج بالرقي أو بالقرآن. والإنسان يقدر يعالج نفسه، إن لم يستطع معالجة نفسه فعليه بالذهاب إلى شيخ ورع مشهور بالتقوى كما تفضل فضيلة الشيخ أيمن، مشهور بالصلاح، يرى في الصفوف الأولى من الصلوات الخمس لا سيما في صلاة الفجر. تظهر عليه علامات الوسامة، علامات التقوى سيماهم في وجوههم. الصالح بتبان عليه علامات الصلاح، وكذلك الفاسد تبان عليه وتظهر عليه علامات الفساد. الله يفتح عليك يا شيخ أحمد. معنا ست ام علاء من اسيوط، اهلا بك يا فندم اتفضلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بس ممكن بس حضرتك تعلي صوتك شويه. ماشي. والنبي لو سمحت، احنا الحمد لله رب العالمين، يعني بسط على كدينا علم على الكد يعني، بس الواحد بيعرف ان الحمد لله ان اجتمعوا اهل الكون علشان يضروك بشيء لا يضروك بشيء قد كتب الله لك. الله يفتح عليك. ولا ينفعوك بشيء إلا قد كتب الله لك. الله يفتح عليك. ماشي. دلوقتي أنا عندي البيت كانت مخطوبة، مخطوبة يعني، وكانت ما شاء الله عليها يعني، اللهم صل على النبي. بعد الخطوبة بحوالي 3-4 شهور ولقيت البيت بتعرف كوابيس كوابيس كوابيس. بعد كده وعز الجلال الله حضرتك، شعرها مش نزل، لا مش نزل، مش ينزل كده، لا شعرها زي ما يكون حد قصه 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 قصه. دي حاجه. تاني حاجه عبت دماغها كده، نسبه الانيميا عندها نزلت خالص، بقيت عندها نسبه الانيميا 6. ايه معايا؟ كله نسبه الانيميا. الانيميا نزلت عندها 6. نزلت 6. والله زي ما بقول لحضرتك كده، كانت عامله عمليه الزايده لها حوالي 4 سنين. راح الجرح فتح. شكرا ست ام علاء، اكيد الرساله وصلت للاستاذ، والشيخ ايمن هيرد عليكي والشيخ احمد جمال هيرد عليكي. شكرا. خلينا نرد عليها. ترد عليها الشيخ ايمن افضل. اتفضل. وبرضك علق سنه بس عشان ايه. اول شيء طبعا كل ده بعد عن ربنا سبحانه وتعالى، وبعد عن الدين. يعني ممكن بعض الحاجه دي بيجي لي منها كتير. تساقط الشعر وي 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 بعد خطوبه. وارد ان مثلا الخطيب خطيبها يعني كان مثلا على علاقه بفتاه او اي شيء. بعد ما بيخطب غيرها يتركها يعني ويخطب غيرها، فبتذهب بقى عشان تقول له انا هدمرك. الانتقام يعني يا شباب. تعمل له بقى، تدمره هو، تدمر خطيبته، تدمر زوجته. ودول طبعا نقول لهم يعني حسابكم عند الله عظيم وعسير. عايز بقى ابين حاجه. اتفضل. انا في ناس عارفه ان ده ساحر ودجال بتروح. دول بقى هنقول لهم ايه؟ يعني نترككم وشرككم، انتوا اشركتم بالله. خلاص، لان معروف الساحر. الدجال، الكاهن. وكل اللي بنشوفه على القناه الفضائيه، رد الحبيب ومش عارف قلب الرزق، حاجات كتير بنشوفها دايما بطريقه مستفزه بجد. فاللي بيلجا ليهم ده كده كما قال الشيخ احمد عليه الصلاه والسلام، من سال كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. ده انت مجرد بس من سال كاهنا او عرافا بس صح، لم تقبل منه صلاه 40 يوما. من غير ما صدقت اهو سالته بس او رحت له. طيب، في ناس بقى بيلتبس على الامر. مش عارفه اذا كان انت شيخ ولا فعلا ساحر او دجال او نصاب. من طلباته ايوه، هيقول لك هاتي صوره تعرف ان هو دجال وساحر، هاتي حاجه من اثر اللي انت عايزه تمرضيه يبقى ساحر دجال، او هعمل لك حجاب، او اي شيء طلبات يطلبها. اطلبه طلبات غريبه، يقول لك ايه كل بقى؟ ده تعرف ان انت عند واحد دجال. يقول لك هات لنا ديك اسود بيرشتين حمر. انا واحده بتتصل بيا، ده حاجه غريبه. بشوف شوف بقى المصايب اللي بتحل علينا وعلى المجتمع. واحدة بتتصل بيا، أنا رحت الشيخ، أمي خدتني للشيخ عن طريق واحدة صاحبتها، فلما رحت قال لي ده أنت معمول لك عمل سفلي.
طيب ماشي يا عم الشيخ هنعمل ايه؟ قال لها السفلى مش هتفك غير بسفلي. طب اعمل ايه يا عم الشيخ؟ قال لها لازم انا انام معاكي. استغفر الله العظيم ولا وامها موجوده. الام تقول له ازاي؟ قال لها هو مش هتحل ومش هتحل غير عندي كمان. وخلي بالك طب الست بتكيب الام خايفه. بيقول له طب نقول لوالدها. قال لها لو قلت لوالدها مش هتعرفي هتتدمري، الجن اللي معاها هيدمرك. الكلام ده بيننا احنا الثلاثه. طب الام تعمل ايه في الموقف ده؟ في امهات بتستسلم تخاف. البنت ابت فاتصلت بيها قلت لها اوعي اياكي. فعايزين نعرف الناس يا جماعه في مصايب، في مصايب بتحصل، في مصايب بتحصل. اي شيء غير الرقيه الشرعيه. وزي ما انت قلت كده الشيخ احمد قال دخلت في مكان شكله غريب اوعى ابتعد. وغالبا الشيخ دايما يا اما بيقابلك في مسجد يا اما عامل نفسه كده مركز مثلا يعني او في بيته او كمان. في بيته بيستقبلك في مكان مفتوح ولازم يبقى معاك محرم. ولان اكتر المبتلين النساء لان هم بعاد عن ربنا شويه. ربنا يا رب يهدي كل النساء والصبيه والجوال. فاي شيء غريب يطلب منك تعرفي ان ده مش كويس امشي على طول وما تخافيش منه. يقول لك يهددك اعمل لك اسويكي. اوعي تخافي امشي لان ده هيوديك لطريق الهلاك. هيقع عليكي. هي الفكره كلها استحواذ على العقل والمال والجسد. الله يفتح عليك. عشان بس نلخص الموضوع ده، الموضوع الكبير العريض ده، هي ثلاث حاجات: استحواذ على العقل الاول، استحواذا على المال، ثم الجسد. هو ده هو هو ده متعته. مال وجسد ودنيا. هو خلاص باع دينه عامه انه اشرك بالله. فيا جماعه اي حاجه بعيد عن الرقيه الشرعيه القران والذكر والاذكار اعرف ان ده مش شيخ. يعني اي حد خرج يروح عن الواحد القران والسنه يبقى قاعد قدام منه الحاله. ارفع ايدك اليمين. ايوه ارفع ايدك الشمال. صح. طب اطلع لقدام زق لقدام. ولو مسيحي ارفع رجليك الشمال، مسلم ارفع رجليك اليمين. ايه يا جماعه في احنا بنلعب سله؟ ايه ده مش فاهم انا يا جماعه. نخلي بالنا قوي. انت رايح لواحد بتسلمي له نفسك. او انت رايح لواحد بتسلم. عارف ليه السحر ما يتحلش بسحر؟ لان ما جعل الله من دواء من حرام ابدا. ده حرام. طيب خلي بالك ركز من الحته دي يا زبريم وكل مشاهدينا يركزوا. ممكن بيتحل السحر بالسحر يتحل بس هيضرك. شهر شهرين اسمه ايه؟ مسكنات. مسكنات يعني. الجن اللي معاه بيعمل وبعد كده هتضطر تروحي له تاني غصب عني. هياخد فلوس تاني. ايوه وممكن يعمل بيكي اي حاجه تاني. هو ده حياتهم. فانت هتفوق شويه لان في بيتعرض عليا حالات يا عم الشيخ انا اهم حاجه استريح. اهم حاجه اقعد بس شهرين تعبانه مش قادره. في حالات فعلا صعبه. طب ما تروح لواحد صح. روح الشيخ راقي صح عشان ما تدمريش نفسك بزياده. فخلي بالنا يا جماعه المواضيع دي نركز قوي نركز قوي. والله انا بسمع حاجات فيها من الاوجاع يعني ما تسمع منه العين ويحزن منه القلب. الله يفتح عليك يا شيخ. وكمان عايز اعقب على فضيله الشيخ على حاجه. اتفضل. ان المريض بهذا المرض بيعالج بالرقيه الشرعيه اما مره واحده طوال العمر او مرتين او ثلاثه. مفيش اكتر من كده. ده اذا استصعب الامر قوي ده يبقى ثلاث مرات. لكن مره واحده ان شاء الله بيشفى المريض من هذا المرض. لان القران يقتل الشياطين والرقيه الشرعيه هي عباره عن قراءه قران. وده دليل طبعا على رحمه ربنا بعباده يا شيخ. اكيد ربنا ما خلقناش عشان يعذبنا. ودليلك اهو قلت المبتلى بالاسحار او بالحسد هي رقيه او رقيتان او ثلاثه على الاكثر. فده دليل ان ربنا رحيم بعباده. اكيد اكيد. ان الله بعباده لرؤوف رحيم. شيخ احمد ما هو حد او عقاب الساحر في الاسلام؟ عقاب الساحر اولا ساحر كافر كما قلنا. ثانيا عقاب الساحر القتل. والعلماء اتكلموا بالتفصيل فقالوا الساحر اما يقتل حدا او يقتل رده وكفر. يعني هو في الحالتين هيتقتل. الساحر اما يقتل حدا. يعني ايه حد؟ يعني لسه ما وصلش لمرحله الكفر. ده هو لسه في بدايه الطريق. فلسه ما وطأش المصحف، لسه ما اشركش، لسه اللي بيعلمه السحر ما قالوش قطع المصحف او اعمل نجاسه على المصحف او لسه ما دخلش مرحله الشرك. دوت يقتل حدا. طب افترضنا السحر ده استتاب بقى يا شفاء. اذا استتاب تاب الله عليه. تاب الله عليه. اذا استتاب وتاب تاب الله عليه. لكن ان لم يتب
هقول لحضرتك حاجه. طيب انا عايز اسالك سؤال هنا بقى مهم قوي يا شيخ احمد. استتاب بس ترك في الماضي اوجاع والام، وياما مرض ناس، وياما فرق زوج عن زوجته، وياما خرب بيوت، وياما دمر تجاره، وياما وقف حال ناس، وياما فرق خطيب من خطيبته، كل الاوزار دي كل دوت يجب عليه ان هو يستسمحهم. نعم يجب عليه ان يستسمحهم، هيلف عليهم واحد واحد يقول لهم انا استنى يا شيخ احمد قدر المستطاع. لحظه يا شيخ احمد، انت بتقول كلام خطير. اكيد. لا لا لحظه بس، اتفضل. هو يقدر يروح لواحد كان بيحب واحده ويقول له انا عملت لك سحر فرقت بينك ما دام انت مش قادر تروح تقول له إيه انا عملت فيك كذا، يبقى انت ليه تعمل اصلا الغلط؟ هو عمل وخلاص وهيستتاب الساحر، عمل وهيستتاب هيتوب، يبقى يجب عليه ان هو يلف على الناس ديت ان استطاع، فان لم يستطع خلاص انا مش قادر اوصل الناس من بعيد. هو مش قصه، هو مش هيوصل، الفكره هيوصل بس هو ما يقدرش يواجه. أصل هقول لحضرتك من شروط التوبة إيه؟ من شروط التوبة إن كانت بين العبد والعبد يجب عليه أن يستسمحهم، وسيدنا الشيخ يصلح لي. يا شيخ أنا خلفك يا شيخ أحمد صلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام. يروح إزاي لواحد كان هو سبب في تفريق وخراب بيوت وفرق بين الزوج وزوجته؟ يروح إزاي لواحد مرضه 10 أو 12 أو 15 سنة زي ما بنسمح في برنامجنا هنا وبيتقال انا مريض ومبتلي بالجان وبالسحر بقالي 10 و12 سنه، يقدر يواجه الحاجه دي يا شيخ احمد؟ ما انت مش قادر تواجه الحاله. يبقى انت ليه تتسبب في انها تبقى مريضه؟ يا سيدي حصل، حصل خلاص، وانا عايز اقول السحر ده خلاص برأ لله سبحانه وتعالى واستتاب، استتاب من كل اعماله. حكم الاستتاب او الاستتاب دوت من الساحر او حكم التوبه للساحر حكمها ايه في الاسلام؟ من شروط التوبة إن كانت بين العبد والعبد أيوة. يجب عليه أن يستسمحهم، فإن لم يستطع أيوة. تاب إلى الله، تاب إلى الله، وإن شاء الله قبل توبته. له ما له بقى وعليه ما عليه، وعليه ما عليه، ربنا بقى هو اللي حاسب. لكن هقول لحضرتك حاجة كمان، إن ما ينفعش الإنسان يمشي في الطريق دوت. هقول لحضرتك كان فيه شيخ التقى بإنسان دجال، لكن الدجال دوت ما قالش ان هو دجال، قال ده انا شيخ والحاجات اللي بعالجها ديت بتكون مجرد عمليه حسابيه ورياضيه. بيقول له انا انت اذا ذكرت لي اسم والدتك هعرفك انت عمرك كام سنه، وانت مواليد يوم كام، في سنه كام، في شهر كام. فالشيخ قعد جنب الدجال وقال له اتفضل، قال له قول لي اسم اسم والده حضرتك ايه؟ قال له فلانه. فالدجال فضل يكلم الجان معاه والشياطين، مفيش فايدة، 10 دقايق، ربع ساعة، نص ساعة، مفيش فايدة، العملية هتوصل لحد فين؟ المهم قال للشيخ انت مواليد كام يا شيخ؟ قال له انت معرفتش ليه؟ قال له بس قول لي مواليد كام؟ قال له مواليد كذا، عمال يكلم برضو الشياطين والجان مفيش فايدة. النهاية الشيخ قال له انت مش هتقدر توصل للي انت عايزه. قال له ليه؟ قال له لان طول ما انت بتكلم الجان انا بقرأ وبرتل آيات الاستعادة من الشياطين والجان، عمال بقرأ في سورة في آية الكرسي، في سورة البقرة، بقرأ في المعوذات، بقرأ في الكافرون، بقرأ في الإخلاص والفلق والناس والفاتحة، بقرأ في القرآن واستعيذ بالله من الشيطان، ولا تستطيع شياطينك أن تعادي رب العالمين. الله أحسنت، أحسنت. ما ينفعش. أحسنت يا شيخ أحمد، أحسنت. شيخ أيمن أخالف الشيخ أحمد. أنا بس لا، ما أنا عايز أقول لك على حاجة مش هعديها. ما أنا عارف إنك مش هتعديها وعارف إن أنت مستنيها طبعا أوي. أنا طبعا طبعا في خلاف بين أهل العلم، حضراتكم عند أكثر أهل العلم، حضراتكم قيمة وقامة عظيمة، نتعلم منكم فضيلة الداعية الإسلامي الشيخ أيمن المصري. ربنا يبارك في عمرك وعملك وولدك ووقتك، ربنا يبارك لك يا شيخ أحمد في عملك وفي رزقك وفي وقتك. أنا أتعلم منكم طبعا، والحديث معكم ممتع جدا. شيخ أيمن، الساحر الذي استتاب ما حكمه في الإسلام؟ احنا بس عشان نعرف المشاهدين إن الخلاف السنة كونية. في علماء قالوا برأي وعلماء قالوا برأي، فعشان بس الناس ما تفتكرش ان احنا يعني بقول خلف الشيخ احمد يعني انا ضده، لا 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 خالص، لا على الاطلاق خالص. احنا كأهل سنه بنحب كل الناس طبعا، طالما في رأي لفلان ورأي لفلان من احد الأئمة ما فيش مشكله، لكن عند اكثر اهل العلم انه يقتل.
يقتل ان شاء الله بقى تابع عليه في توبته وان شاء دي حاجه بتاعت الملك لكن هو عشان خلي بالك برضه كمان في حاجه هو نسبه الاستتابه او ان الساحر يتوب دي نسبه ضئيبه جدا لا هي يتوب لانه كان هو من الاول قبل ما يلبس المصحف او يعمل اعمال شركيه كان في ايده فرصه يتوب هو تخلى عن دينه وعن لكن في بقى هم البدائيين اللي مخاوي جن مش عارف ايه اللي هو لسه داخل في مرحله في الطريق ده سهل شويه لسه بقى ما عزاش حد يعني لسه هو بيفكر يعني في تراجع في ناس كويسه يجي له مثلا جن ده انا هساعدك وده بنشوفه كتير وتعالج الناس ومش عارف ايه وده طبعا جهل وخطا شيخ ايمن هو هيلاقي فلوس وهيلاقي شهره وهيلاقي انتشار ما بين الناس فتن كتير وهيلاقي المتعه الدنيويه من المتعه الجنسيه والاستحواذ على العقل خلي بالك لما بيجي يستحوذ على عقل حد بيحس بمتعه بيحس ان هو اذكى الناس لما استحوذ على عقل واحد ووجهه بقى بص برين في علم بنعالج بيه وفي ناس بتتعامل بالجن الجن بيضل يا جماعة بنقول لكل واحد بيتعامل مع جن الجن بيضل هيضلك والله لأن هتبقى رامي كل حمولك وتوكلك على إيه إن هو اللي بيمشيك ده في الحالة دي فيها كذا أو الحالة دي عندها كذا أو اعمل لها كذا لكن إحنا في علم يعني بس ساعات بقعد مع حالة أنت بتشتكي من إيه أو بتشتكي من إيه تقولك من كذا أول ما أعرف أعراضين ثلاثة بروح أنا بقى عرفت اللي عندها فابني طب بيحصل لك كذا وكذا وكذا لا رغلق. الله اكبر بركاتك أيوة يا مولانا يا عم ده علم صح بيفتكر ان انا معايا جه اللي هو بيقول عليه خدمه يعني ولا عياذ بلا خدمه بلا الحمد لله احنا ده علم يا جماعه فانا لما بسال زي ما بتخش للدكتور انا عندي مغص دكتور في الحته دي طب انت بتحس بكذا وكذا وكذا ايوه يا دكتور بقى فعلا خلاص ده راجل فاهم متخصص فانا بقى الناس بتظن لما انا بسال كم سؤال واعرف الحاله دي فيها ايه وراح قايل له ده بيحصل لك اعراض كذا وكذا 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 يبقى قاعدين بيظن ان انا لا يا جماعه ده علم فهو ده اللي بنقول عليه بقى احنا عايزين يا جماعه اي واحد هيبتدي يجي لك جن يقول لك انا هبقى معاك واخدمك عشان تعالج لا انا ضد الكلام ده لان الرسول قال لا تتمنوا لقاء العدو يعني اللي انا فهمته منك يقتل الساحر حتى لو استتاب ليه بقى؟ تكفيرا عن ذنوبه يا اخي ده وجع ناس دمر اسر قتل بني ادمين ابرياء وخارب هو مجتمعات مش الناس لما بيجي لها صرع وممكن يرمي نفسه صح توصل لحد القتل فانت يا اخي واحد الملك لا اله الا الله يا اخي اقول لكل بني ادم بيروح لساحر كل واحد بيروح لدجال عشان يأذي او 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 يا اخي انت لما تأذي اخوك المسلم اذا كان قريبك او صديقك او حبيبك يا اخي اتقي الله ده النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان امرأة دخلت النار في هرة في قطة عملت فيها ايه حبستها لا هي اطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الارض عارف يعني ايه دخلت النار في حيوان طب اللي بيأذي انسان ده بقى هيكون مصيره ايه لما تأذي اخوك المسلم الشباب اللي بيتهرج ويروح يربط صاحبه ليلة الفرح كلام فاضي الشباب اللي الست اللي عايزة تقول تروح لزوجي للواحد اعمل لي حجاب انا عايز زوجي يحبني طب ما في سحر الحب يا اخي في سحر الحلال بها عفريتين يلططوها يا اخي ما في سحر الحلال ولا ايه ما طبعا في سحر حلال طبعا انا ده سؤالي ليك يا شيخ ايمن ايه بقى سحر هل هناك سحر حلال طبعا السحر الرباني انا خسرانك واحده اتصلت بي يا شيخ فلان طيب انا زوجي طلقني بقى لي فتره وانا واثقه ان حد عمل له عمل عشان يطلقني طب يا ستي امه دايما بتقول له زوجتك لغايه ما طلقني انا عايزك تعمل لي عمل يردني هي بتتكلم بقى عايزه واحد ايه يعمل لها عمل عشان تردها قلت لها حد قال لك ان انا دجال او مش عاوز قالت لا مش قصدي طب قول لي على اروح لمين قلت لها كمان اقول لك تروح لمين يلا بص بقى السحر الحلال في قصة جميلة أو بسيطة واحدة راحت لشيخ بس شيخ طاقي بقى من أهل العلم وأهل الصلاة يا شيخ أنا عايزك تعمل لي سحر إن زوجي يحبني أصلا مش طايقني والله العظيم أنت لو تبعلت لزوجك وأحسنت التبعل لي وتعاملت معاه بالحسنى أقسم بالله هو ده السحر الحلال المرأة مش بجمالها المرأة بأخلاقها وأنوثتها ورقتها مع زوجها لكن المرأة
الناس انتهى. اه طبعا. المهم قالت لي الشيخ انا عايزك تعمل لي عمل خلي جوزي يحبني. فطبعا في شيخ بقى حكيم يسيبها تمشي تروح للساحر؟ لا طبعا لا. قال لها طيب حاضر عايزين اعمل لك عمل بس في شرط. قالت له ايه؟ قال لها لازم تجيب لي شعره من اسد. شعره من اسد؟ اه وده اللي بيحصل. أيوة. يروح تقول له عايز اعمل سحر المحبه ان زوجي يحبني. واخد بالك؟ تروح يقول لها يطلب اي اثر منه حتى اسم امه اسم ابوه عشان يعمل العمل. خلي بالك من ده بقى ابراهيم. ايوه. والمصيبه الطامه بعد ما يعمل لها سحر المحبه هو بيعمل له سحر ايه؟ انه بيكره النساء. بيكرهها كمان. وان حبها بتعيشه ذليل. وحد الله. خلي بالك حته الشيخ احمد عارف يبقى ذليل بيكره امه واخته ويكره كل النساء بيبقى مش شايف غير فلانه. لا 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 متخلى عن نسوانيته ده يا شيخ. تقول له اي امر لا مؤاخذه لو قلت له ايه؟ طب انت تعيشي زوجي ذليل. يا اللي ما عندكيش دين ولا رحمه ولا ضمير ليه؟ سيرد يا شيخ. المهم سيرد. قالت له لازم. قال لها طبعا مش عايز احبك. راحت كده لمكان بقى اللي فيه الاسود. سالت المراود اعمل ايه عشان عايز اخد شعره من اسد. لا لا ده اسد عايز تقولي منه اي حاجه ياخد عليكي وتاخدي عليه. طب ازاي تفضلي تقدمي له اكل وبطريقه فهمها بقى تروح تحط له الاكل وتمشي وبعد كده. فالاسد خد عليها وشافها لغايه اما في يوم قعدت جنب الاسد وبقت ايه؟ تمس عليه كده. اول لما حس ان هو خلاص بقى شبعان والاسد لما شبعان خلاص هو مش عايز حاجه ثانيه بتملس عليه كده وراحت نادفه شعره منه فين حيت قوي. راحت لمين؟ للشيخ. قالت انا جبت لك الشعر اهي عايزك بقى تعمل لي سحر جوزي يحبني. قال لها وانت جبت الشعر من الاسد؟ قالت له قال لها زي ما جبت الشعر من الاسد انت كفيله تعملي مع زوجك اللي عملتيه مع الاسد. هو اولى يحبك ويعشقك. هو اولى. هو كان عايز يديها بس درس. درس. هو ده انت بايدك تخلي زوجك يعشقك. دي حقيقة. بجمالك. مش جمال الشكل. لا لا. جمال اخلاقك. جمال روحك الطيبه. هو اول ما يدخل البيت ده بتقول له خد ايه؟ او هو نازل بتقول له خد ايه؟ خدت شنطه الزباله؟ لا والله. عسل يا شيخ. الله يبارك لك يا رب العالمين. شيخ شيخ احمد كيف يصنع السحر؟ الناس دي بتصنع السحر ازاي يعني؟ عايزين نفهم. عايز اعقب على فضيله الشيخ وباين للمشاهدين ان احنا متفقون مش مختلفين. وكلام فضيله الشيخ هو تكمله لكلامي او طبعًا. كلامي تكمله لكلامه. طبعا هقول لحضرتك هو قال ان السحر يقتل وانا قلت السحر يقتل. صح. حدا وان لم يكن حدا فهو رده يعني حدا يعني لسه ما كفرش لسه ما خرجش من الاسلام. هو لسه في الطريق فهو لسه مسلم هو وهيقتل حدا علشان يكفر عن ذنوبه. لكن ان هو تاب في نفسه ما قالش لحد. بص بقى ما بينش لحد. بص بقى يا شيخ احمد هنا بقى انا بقول لا مقصود لم يفهم او مفهوم لم يقصد. صح. احنا فهمنا اللي انت ما تقصدوش يا شيخ احمد سامحنا معذره. لا لا خالص احنا بنكمل بعض واحنا جايين علشان نفيد الناس. فاحنا مش مفرغين حياتنا ووقتنا علشان نختلف مع بعض. لا احنا بنكمل بعض علشان احنا نستفاد وكذلك المشاهدين والناس تستفاد. السحر يقتل لكن اذا تاب هو مع نفسه خلاص ما عرفش حد ان هو كان ساحر وتاب مع نفسه لا الطريق مسدود في النهايه فيتوب ويحاول ان هو بينه وبين الناس كده معلش انا عملت لك حاجه غلط. الامر ده العلاج ده كان غلط ما كانش صح. فممكن تعالجه بطريقه تانية فهو كده بيصلح اللي هو عمله فيتوب الى الله فيتوب الله عليه. احسنت يا شيخ احمد. احسن الله. طبعا القعده معاكم ممتعه والوقت بيعدي سريعا. تعلمنا منكم كثيرا الشيخ ايمن المصري الشيخ احمد جمال. اعزائي المشاهدين حلقات متعدده ومتكرره في السحر وانواعه والسحر والشعوذه ومش وهنفتح الملف ده ومش هنسيبه لحد بس ما نعرف الناس ان يبعدوا عن السحرة والدجالين والمشعوذين. هي في النهايه الطمع والسيطره على العقول والمال والاطماع الجسديه. وحضراتكم اكيد عرفتوا واكيد الرساله وصلت. في نهايه حلقتي بتوجه بالشكر للداعية الإسلامي الشيخ أيمن المصري. كنت معايا ومشرفني. أحسنت يا شيخ أيمن. الله يكرمك يا سيدي. أحسن الله إليك. كما أتوجه أيضا بالشكر للداعية الإسلامي الجميل
الشيخ احمد جمال. كنت معايا الشيخ احمد، احسنت. احسن الله اليك وحياك الله. وفضيله الشيخ ايمن ربنا يجازيه كل خير، واحنا بنتعلم من حضراتكم كتير. ربنا يخليك. مشاهدينا في كل مكان، تحياتي ليكم، على امل ان نلقاكم في الحلقه القادمه في مثل هذا الموعد كل يوم احد، ومن برنامجكم ازمه اخلاق.